صدقني انك اثنين، انت ام وعزوه وحضن وطن، في بلادي نحمد الله مرتين، نعمه الاسلام وبلاد الامن. انت ربي ما خلق منك اثنين، انت ام وعزوه وحضن وطن، في بلادي نحمد الله مرتين، نعمه الاسلام وبلاد الامن. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ارحب بكم في فعالية يوم العلم الذي نحتفل فيه كل عام بمناسبة تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظه الله. مقاليد الحكم ورئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة، نبدأ مراسم رفع العلم بالسلام الوطني. حبيت أبارك بالشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظ الله، والشيخ محمد بن راشد المكتوم حفظ الله، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان حفظ الله، وحكام الإمارات وشعب الإمارات والمقيمين عليها، والله يديم الأمن والأمان لنا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، أحب أن أبارك بمناسبة يوم العلم إلى سيدي رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وإلى نائبه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان نائب قائد القوات الأعلى للقوات المسلحة، وإلى باقي شيوخ الإمارات والشعب الكريم بمناسبة يوم العلم، اليوم الذي يفرح الجميع ويفرح به المقيم والمواطن، يوم عزيز علينا، وإن شاء الله أن هذا اليوم يظل فخرا لنا. بسم الله الرحمن الرحيم، خالد سلطان سعيد سويلم المزروعي،
أكثر الناس اجتهادا وهما بتحمل مسؤولياتنا، وأعز وأشرف الناس مقاما هم حكام وشيوخ الإمارات حقيقة، كانوا وما زالوا سببا للعيش الرغيد ونعمة الأمن والأمان. فيتوجب علينا الولاء والانتماء والطاعة للحكام والوطن بالغالي والنفيس. بسم الله الرحمن الرحيم. أتقدم بالتهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وإنني أقدم الولاء والانتماء لهذا الوطن العزيز، وأن يتم رفع العلم هذا رافعا شامخا في سماء العالم، وأن يدوم الأمن والأمان على دولتنا الحبيبة، وأن يبقى هذا العلم شامخا ورمزا للعزة والكرامة، ودام الأمن والأمان على دولة الإمارات العربية المتحدة. والسلام عليكم ورحمة الله. معكم ابتسام راشد. بمناسبة اليوم العلم حبيت أن أشكر شيخنا خليفة بن زايد آل نهيان وجميع حكام الإمارات على جهودهم وفي رفع مكانة دولة الإمارات عاليا وعلى نعمة الأمن والأمان والاستقرار. وأدعو الله أن يحفظ شيوخنا وجيوشنا ويدم عليهم وعلينا بالأمن والأمان، ويظل علم دولة الإمارات مرفوعا. وكل عام وأنتم بخير. بمناسبة هذا اليوم الذي يجسد معنى الولاء والوطنية، حبا وكرامة لوطن أعطانا الكثير، وآن الأوان أن نرد شيئا من الجميل. العلم ليس مجرد قطعة قماش وعليها أربعة ألوان، بل هو رمز يعبر عن الوطنية في النفوس والوجدان، ونبذل الغالي والنفيس ليبقى مرفوعا خفاقا في سماء المجد، ونحافظ عليه ونفديه بأرواحنا، سائلين المولى أن يديم عزه ومجده وأن ننعم بالأمان في بلدنا وسائر بلاد المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله.